ما اعرف انت خلي الناس تحكي وهذا والله العظيم صار سنتين ان شاء الله ما كنت من هذا الشغل والله انا هسه امي هسه عندي وراس صار سنتين ما ماخذ درهم احمر من نادي الشرطه خاف على بالكم يقولون نشأت و500 و600 والله هاي الحسابات قدامكم شوفوا الحسابات صادق والله العظيم انا من باقي هنا انا باقي على موت والله والله فرحانه كل انديه العراق عرفت انه هذه كلها اتصلت بي ليش طيتهم كلمه انا قلت لهم انا اجيكم لا انا هذا نادي اياد بنيان موجود اياد بنيان موجود فساني رجل صاحب موقف احنا صاحب موقف انا صاحب موقف ما عندي انا قضيت عمري انا هسه ما موجود بالمنتخب ليش لانه غلط اقول غلط والصح اقول صح هسه اللي موجودين بالمنتخب ماكو واحد يقول كذا وكذا فأكو ناس تحبك وناس تكره عادي محبتكم هاي تسوى عندي كلكم فوق راسي هسه حكي هسه الحكي حكيكم انتم هسه يروح الوجه شنو بدنا نسوي؟ هسه يروح الوجه يروح الوجه ماشي له طريق